السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لا فورماسيون اوتو 4 دي. اليوم ان شاء الله نخدموا واحد الاكزرسيس اللي هو هذا. دونك هي واحد لا ستركتور ديال البيطون. دونك شنو فيها؟ فيها لي سومال كيما تشوف معايا لي سومال. لي بيسور ديالها كاين فيها 0.60 على 0.60 والعلو ديالها 0.40. وعندنا هنا لي بوطول فيهم 82، وعندنا هنا لي بوتر فيهم 0 إلى 20 بحال بحال. هنا عندنا لادال هي هذه لي بيسور ديالها 0.20، الداخل ديالها يعني فارغه ب 80، والطول ديال يعني من لاكس لاكس هنايا دونك كاينه 5 متر. دونك هنا لي بيسور ديال هاد المير اللي فوق من لادال راه فيه 0.20. دونك هنايا غادي نمشيو نخدموا هاد ليكزارسيس في الاوتوكاد، نشوفوا الطريقه كيفاش نخدموه. دونك نمشي للاوتوكاد، نحاول اول حاجه تنحط لي زاكس ديالي. نجي هنايا ندير واحد لاكس، نشوفوا شحال عندنا هنايا لا ديستونس كومبيان. نديرو هنايا نديرو 5 على 5، نديرو 5 متر على 5 متر. نجي ندير واحد لاكس 5. تلاحظوا معايا انه العبارة صغيرة دوبل كليك باش نزومي. بعدا نجي ندير يعني اكس فيه 5، من بعد 5، من بعد 5 هنايا. هادو لي زاكس. هنايا غادي نجي نقول لي اوتر شارجي تيري اسباس، كليكي اوكي باش نشد الخط هذا. نقول له هنايا تيري اسباس بوطون دروات بروبريتي لي شال 0.2. نشوفو لي كولور، دابا تلاحظو معايا بأن الخط مبانش مزيان لأنه خصني نزيد نبدل لي شال. دونك نقول له هنايا ندير ده 0.01، سي بون دابا بان مزيان. دونك نقول ليه كوبي لي بروبريتي ديال هاد لاكس هذا على هذا على هذا على هذا. اوكي عفوا، من بعد غادي نحط هنايا السيميل ديالي. السيميل غتكون فيها 0.60 على 0.60 على 0.60 على 0.60. باش غنديبلاسيها غادي نجي ناخذ واحد ناخذ واحد الخط. اولا خصني ندير لها ريجيون باش بلا ما نعاود من بعد نريجونيها. ندير روتور لان خصني نديكومبوزيها لان ماشي ريجيون مخرجاتش. سيليكسيوني اونطري دابا مزيان. دابا هي ريجيون. علاش ندير واحد الخط؟ الخط الهدف منه هو القوس السونتر ديال السونتر يعني الميليو ديال 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 المربع. بعدا نقول ليه كوبي فوق هاد فهاد البلاصه هاد بالضبط رافي شي كوتشان طرو يدي. نقول له اوا سيبك الشكل هو هذا. دابا الى حسبنا غنلقاو هنا 0.80، الى حسبنا الحيط زائد لادال غنلقاو فيها 1 يعني 1 متر. من بعد هنا غادي نقول له حيد يا ماتريو، ونقول له كوبي. في هاد الحالة غندير كوبي يعني من هاد البوان هادي، من هاد البوان هادي هنايا. هذا هو الشكل النهائي اللي حاولنا نوصلوا يعني لا ستركتور ديال البيطون ديال 2500 كيلوغرام بار متر كوب. حنا ما غاديش ندخلوا في هذاك لي ديتاي ديال البيطون، حنا سيبنا واحد لا ستركتور اون طرو دي في اوتوكاد بالنسبة للناس ديال الجيني سيفيل. غير بين قوسين بين هذه الفورماسيون، عندي واحد الفورماسيون ديال سور دي في دي فيها لا فورماسيون الباك كامل ديال الفورماسيون ديال اوتوكاد، سوا 2 دي سوا 3 دي سوا الروبو سوا الارشيكاد سواء الريفيت سواء فوتوشوب، اي فورماسيون تقريبا عندي.
تانا تندير لي فورماسيون براتيك يعني ديال لي لوجيسيال تنصيب دي كاب بحال هادو يعني دي زيكزيرسيس بي دي اف مع لي فيديو ديالهم بالعربيه ومن بعد ان شاء الله غنعاود نعاودهم بالفرنسي ونعاودهم بالانجلي مثلا الناس ديال برا تا هما تيدوموا ديولي هاد لي فورماسيون هادي هي اللي بغا بين قوسين اللي بغا هاد لي فورماسيون هادي هاد لي باك يتوصل بهم في المغرب كامل دونك هنا تيتحاول تواصل معايا عن طريق الواتساب اللي هو 07-00-111-605 راه كاينه في السيبور ولا في لاشين اليوتيوب ديالي اللي هي الجامي حسن وتتوصل بها في اي بلاصه في المغرب. هنا نرجعوا للكور ديالنا دونك هنا نحاولوا ندخلوا غير دي كولور نشدو غير نزوقوهم شويه باش التذكير نتوما تقدروا ديروا دي ماتيريو ممكن هنا نديرو دي ماتيريال نوصل لكم انا راه ممكن تصايبوا لا ستركتور دونك بيز تفهموا يعني لي كوموند تفهموا لي تكنيك تقدر تصايبوا اي حاجه تقدر تعبروا على اي حاجه داكور هذا هو اللوكا ريال دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الاكزرسيس هذا وعجبتكم لا فورماسيون وما تنساوش تابونوا معنا في لاشين اليوتيوب اللي هي الجامي حسن وموعدنا ان شاء الله في الاكزرسيس الجاي وفي لا فورماسيون الجاي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.